نعم أستاذة حيدر، كل الترحيب بك في المربد. بداية، هل تم تشكيل الكتلة الوسطية وهل حضرتك أحد أعضائها؟ نعم، هناك نوايا في تشكيل كتلة وسطية، لكن لهذه اللحظة لم نعلن عنها، لهذه اللحظة لم تكن جدية في الطرح مالتنا، لكن احنا في طور المناقشة وفي طور وضع اللمسات الأساسية في هذا الموضوع ومدى تقديم الفائدة من هذه الكتلة. إذا كانت بها فائدة لناسنا وشعبنا كذلك احنا راح نمضي بهذا الموضوع، واذا تكون لا ما بها فائده اصلا احنا ما راح نمضي بهذا الموضوع. منو راح، على من تحتوي هذه؟ لحد الان ماكو اسماء بهذه الكتله بقدر ما هي فكره موجوده يعني. طيب ماذا عن المطالبه بان تمثل حقوق الشباب؟ هذه مطلب للاخوه الناشطين، تواصلوا ويانا وحضرنا اكثر من اجتماع معهم ناشطين شباب، قالوا يابا احنا باعتبار يعني اكو شباب موجودين في مجلس محافظه، فاحنا نريد هذا التمثيل ان يكون ان يطرحون مطالبنا، ان يسمعون صوتنا، ان نكون احنا موجودين داخل المجلس من خلالكم يعني.